بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. مرحبا بكم، بداية عودا حميدا وبداية موفقة إن شاء الله بإذن الله، ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم في العام الدراسي الحالي ونقضي مع بعض سنة أو ترم كويس مع بعضنا إن شاء الله. معكم الدكتور رمضان عامر، أكيد أنتوا عارفين يعني أستاذ القانون. في الترم ده هندرس مع بعض مادة حقوق الإنسان. طيب لما أتكلم عن حقوق الإنسان، إحنا هنقسم المنهج بتاعنا النهارده. هتكون المحاضرة بتاعتنا محاضرة، هنعمل زي مقدمة كده للمنهج بتاعنا، هنعرف إيه العناصر والمحتويات اللي إحنا هنشرحها في المحاضرات إن شاء الله الجاية بإذن الله إن شاء الله. فالمنهج بتاعنا لما اجي اتكلم عن حقوق الانسان، لا نقسم المنهج بتاعنا الى 3 اقسام. القسم الاول نتكلم فيه عن تعريف حقوق الانسان، يعني ايه هو مفهوم حقوق الانسان. لما اتكلم عن مفهوم حقوق الانسان يبقى لازم اعرف يعني ايه انواع حقوق الانسان. يبقى الفصل الاول بتاعنا هنتكلم فيه عن تعريف او مفهوم حقوق الانسان. الفصل الثاني نتكلم فيه عن مصادر حقوق الانسان. حقوق الإنسان دي موجودة فين؟ يعني حق في الحياة، الحق في ممارسة الحياة السياسية، الحق في الترشح، الحق في الانتخاب، الحق في التجارة، الحق في أي حق من الحقوق اللي نص عليها سواء الدساتير أو الاتفاقات الدولية أو القوانين الدولية موجودة فين؟ هنعرف يبقى مصادر حقوق الإنسان. بعد كده نعرف لما يحصل تعدي أو نوع من عدم تمكين الشخص من ممارسة هذه الحقوق، يبقى حماية حقوق الإنسان. يبقى الفصل الثاني الثالث هنتكلم فيه عن حماية حقوق الإنسان. الفصل الرابع والأخير وده المهم بالنسبة لنا، اللي هو الحقوق السياسية. هنعرف مع بعض الحقوق السياسية، حقوق الإنسان السياسية. يبقى احنا كده في المنهج بتاعنا قسمنا المنهج بتاعنا لأربع محاور أو 4 فصول دراسية. الفصل الأول نتكلم فيه عن مفهوم حقوق الإنسان وأنواع حقوق الإنسان وناشئ حقوق الإنسان. الفصل الثاني هنتكلم فيه عن مصادر حقوق الإنسان، إيه المصادر التي تتعلق بحقوق الإنسان، جاية منين حقوق الإنسان، إيه المنصوصة فين، موجودة فين. الفصل الثالث هنتكلم فيه عن وسائل حماية حقوق الإنسان. الفصل الرابع هنتكلم فيه عن حقوق الإنسان السياسية. لما اتكلم عن الفصل الأول مفهوم حقوق الإنسان، لما اتكلم فيها هنقسم هذا الفصل إلى مبحثين أو إلى نقطتين. إيه هي حقوق الإنسان؟ مفهوم حقوق الإنسان ونشأة حقوق الإنسان. والفصل المبحث الثاني هنتكلم فيه عن أنواع حقوق الإنسان. طبعا لما اتكلم عن حقوق الإنسان، حق يعني كلمة حق من الناحية القانونية بنسميها المصلحة، مصلحتي، حاجة منحت لي أو أعطاها لي القانون أو الدستور أو الاتفاقية الدولية للشخص، إنه يستخدم هذا الإيه الحق أو هذا الإيه يمارس هذا العمل. ولذلك نجد أن حقوق الإنسان تتعلق بممارسة الشخص الطبيعي وليس الشخص الاعتباري أو أغير الإنسان، فهي حقوق متعلقة بالإنسان نفسه، بالبني آدم، الشخص الطبيعي. طبعا حقوق الشخص الاعتباري دي مش محل دراستنا بقدر ما حق الإنسان متعلق بالإيه؟ بالإنسان أو الشخص الطبيعي اللي هو البني آدم. لما أتكلم عن التعريف بتاع حقوق الإنسان، هو حق يمنحه القوانين والدساتير والاتفاقات الدولية لشخص يمارسه. حقه الطبيعي ان هو يمارس حقوقه الخاصه به، حق في الحياه، من حقه انه يكون موجود ويعيش في وسط الناس بامن وامان، ويمارس الحياه اليوميه او تصرفاته اليوميه بنوع من الامن والامان، واذا كان معاه اموال مثلا يتاجر، حق التجاره، حق مشروع بالنسبه له، حق المؤلف يالف. فهذه كلها حقوق. فحق الانسان هو حق مصلحه. هنعرف بالظبط في المحاضرات في المحاضرة الجاية تأصيل تعريف حقوق الإنسان. فالتعريف موجود يختلف، يعني ما فيش تعريف محدد لفكرة حقوق الإنسان. يعني فكرة حقوق الإنسان ما فيش حد تعريف دقيق،
محدد، نقدر هناك تعريف ثابت جامد لفكرة حقوق الإنسان، لكن مفهوم حقوق الإنسان ده تعريف يختلف من شخص لآخر، من اتفاقية أو من حسب الشخص اللي بيعرف حقوق الإنسان، ولكن هو ببساطة جدا حق يمنح أو مصلحة تمنح للشخص يمارسها، يمارسها أثناء حياته الطبيعية منذ الميلاد حتى الميلاد. لما اتكلم عن نشأة حقوق الإنسان، نشأة حقوق الإنسان ده، هل هو حقوق الإنسان ده حاجة حديثة، فكرة حديثة مثلا موجودة حديثة؟ هل هي فكرة نشأة في العصر الحديث ولا هي موجودة من زمان؟ هنعرف مع بعض إن فكرة حقوق الإنسان أو مفهوم حقوق الإنسان دي موجودة من زمن بعيد جدا، من الماجنا كارتا، يعني من زمن بعيد جدا، من آلاف السنين، من حق الشخص الحياة، موجود حقه في الحياة إنه يمارس حقوق التجارة ويباشر حقوق التجارة ويعبر عن رأيه، والحق في العمل، كل هذه الحقوق موجودة من زمن، ولكن لم تقنن، لأن طبعا احنا عارفين إن المجتمع القبائلي مجتمع عشائري يجمع بين الأعراف والعادات السائدة داخل هذا المجتمع. مع تقنين هذه التطور الحياة أصبح هناك إيه؟ كائنات الدول ومنظمات متخصصة لفكرة حقوق الإنسان، فأصبح في تقنين. فهناك الأول كان في عرف وعادات، أصبح هذا الكلام مقنن في صورة مكتوبة، يبقى في صورة مكتوبة. إذا نشأت، هنعرف تدرج بقى النشأة في من حيث الناحية التاريخية، من حيث تقسيم الفقهاء، من حيث العصر الحديث، كل هذه الأمور هنعرفها مع بعض لما نيجي نشرح بالتفصيل فكرة أو نشأة حقوق الإنسان. لما اتكلم عن الجزء الثاني في هذا الفصل اللي هو أنواع حقوق الإنسان، أنواع حقوق الإنسان أنواع كتير، تقسيمات كتيرة جدا تختلف، هناك بعض التقسيمات من حيث مادية ومعنوية، حكم تتعلق بالناحية المادية زي الحق في الأمن والحق في العمل، دي حقوق مادية. حقوق معنوية، حق العبادة، حق حرية الرأي، حق الصحافة، دي حاجات معنوية، حق المؤلف، دي حقوق معنوية وليس حقوق مادية ملموسة لدينا. ولذلك هنجد ان هناك تقسيمات من حيث الفقهاء، من حيث الفكرة الزمنيه، من حيث من الناحيه الماديه ومن الناحيه المعنويه، كل هذه الامور نعرفها مع بعض بشيء بالتفصيل في الحقوق اللي تقسيمه او انواع حقوق الانسان. ولكن بمنتهى البساطه التقسيمات حقوق في حقوق مدنيه وحقوق سياسيه، حقوق اقتصاديه وحقوق اجتماعيه، زي الحق في العمل حق اجتماعي، حق في التجاره حق في الرأي، عن المشاركة السياسية حق في الترشح، حق في الانتخاب، المحاكمة العادلة، دي حقوق تتعلق بحقوق سياسية، حقوق حقك في الاسم، شخص لازم ان يكون له اسم، طبيعي طبيعي ان اي شخص، اي مجرد ما يتولد من حقه انه لازم ان يكون له اسم معين، ما ينفعش الشخص يتولد بدون ويعيش في الحياة بدون اسم معين، لازم القانون والدساتير وكل ما يتعلق ونظم فكر حقوق الانسان اعطى للشخص الطبيعي ان بمجرد ميلاده لازم ان يكون له حق اسم معين، وله موطن وله ذمه ماليه وله الاليه القانونيه حق التصرف. نعرف دي كل هذه الايه الامور انواع حقوق الانسان، سواء بقى حقوق مدنيه وسياسيه. دايما حق المدني والسياسي ده الاثنين كلمتين مترابطين مع بعض، في خلط بين الاثنين، ولكن حق الحقوق المدنيه نعرف بالتفصيل، والحقوق السياسيه نعرف ايضا بالتفصيل. النوع الثاني اللي هو حق الاجتماعيه والاقتصاديه، اللي هي التجاره، حق معاك من فلوس مثلا، من حقك تتاجر، القانون اباح لك حق التجاره ووضع لك انظمه وقوانين من خلالها تقدر تباشر هذا الحق، تاسس شركات، تعمل منشاه فرديه، اي مكان تعمل مؤسسات، تباشر نشاط معين، اما بحيث ان هذا النشاط يكون نشاط ايه؟ مشروع يتفق مع النظام العام داخل الدوله. طبعا النظام العام يختلف من دوله الى دوله، لان الانظمه العامه الخاصه بالدول بتختلف من العادات والتقاليد الخاصه بهذا المجتمع. طيب، ولكن احنا دايما ان نجد ان التقسيمه اللي انا بميل اليها ان هي حقوق مدنيه وسياسيه وحقوق اجتماعيه واقتصاديه. وده اللي اقر بيها العاهدين الدوليين سنه 66 اللي قسم الحقوق، وده يعتبر التقسيم اللي هو السائد اللي انا اميل الى هذا التقسيم.
ده بالنسبة للجزء الأول أو الفصل الأول المتعلق بمفهوم حقوق الإنسان ونشأته وأنواع حقوق الإنسان. نيجي في الفصل الثاني هنتكلم عن مصادر حقوق الإنسان. المصادر كتيرة جدا لحقوق الإنسان. نجدها في القوانين واللوائح والدساتير، ونجدها في الاتفاقات الدولية والمنظمات الدولية تعمل جاهدة على تقنين أو فكرة حقوق الإنسان لدى المجتمع الدولي، خاصة منظمة الأمم المتحدة الغرض منها الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين داخل المجتمع الدولي. ولذلك الحق الإنسان الشخصي يمارسه بنوع من الأمن والسلامة داخل الإيه؟ والاستقرار داخل الدولة اللي بطبيعة الحال هي مستقر بمجموعة الدول داخل المجتمع الإيه؟ الدولي، هو الغرض أو الهدف الأساسي الذي أنشأت من أجله منظمة الأمم المتحدة. طب المصادر، ولذلك في المصادر هنقسم بقى المصادر. هنجد المصادر على مستوى العالم، ولذلك سميت المصادر العالمية. يبقى مصادر حقوق الإنسان الإيه؟ العالمية. طيب لما اتكلم عن مصادر حقوق الانسان العالميه هناك مصادر كتيره جدا. هنعرف هناخد على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر ثلاث انواع من المصادر العالميه لحقوق الانسان. هناخد الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر سنه 1948، هناخد العهدين الدوليين، هناخد اتفاقيه مناهضه التعازيم. هنعرف من خلالهم يعني فكره حقوق الانسان من منظور عالمي، تقنينا من الناحية العالمية من المصادر العالمية. هنعرف يعني مصدر عالمي أن هناك اتفاقية دولية عالمية. نفرق بين اتفاقية دولية واتفاقية دولية عالمية. الاتفاقية الدولية الإقليمية هي تخضع لمجموعة من الدول زي منظمة جامعة الدول العربية مثلا، منظمة الاتفاقية العربية، يبقى مجموعة دول دي اتفاقية دولية وليست اتفاقية دولية عالمية، إنما هي اتفاقية دولية إقليمية تتعلق بمجموعة من الدول. وهي اتفاقية دولية عالمية أي أن هذه الاتفاقية تنظم حقوق الإنسان على مستوى كافة دول العالم، كل دول العالم ها منوط بيها فكرة حقوق إيه؟ منظم من خلال هذه الاتفاقية العالمية الدولية العالمية فكرة حقوق الإنسان. ولذلك نجد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب والعهدين الدوليين دول اتفاقيات عالمية أو اتفاقيات دولية عالمية نظمت فكرة حقوق الإنسان على مستوى العالم كله، كل دول العالم مخاطبة بهذه الإيه؟ المصادر. ليه؟ لأن هذه المصادر نعرف مع بعض هي صادرة من جهة واحدة. لما نتكلم عن الثلاث مصادر دول نعرف إحنا بنشرح فيهم تقسيمتها، جهة الإصدار من الجهة التي أصدرت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من الجهة التي أصدرت اتفاقية أو العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، من الجهة التي أصدرت اتفاقية مناهضة التعذيب. وهذه المصادر مصادر عالمية نعرف مع بعض أنها هي جهة واحدة، هي منظمة الأمم المتحدة من خلال الجمعية العمومية الخاصة بها. ولذلك سميت مصادر عالمية علشان جهة الإصدار هي منظمة تجمع منظمة ذات طابع دولي عالمي وليس ذات طابع دولي إقليمي زي جامعة الدول العربية على سبيل المثال، أو الاتفاقية الأوروبية، اتفاقية إقليمية زي ما نعرف. ولذلك احنا نعرف في المصدر الخاص بإعلان حقوق الإنسان نعرف بجهات الإصدار مضمون حقوق الإنسان، حقوق الإنسان تتضمن الإعلان العالمي، هل نص على كل حقوق الإنسان ولا نص على أهمها ولا الكثير منها؟ هنعرف بالتفصيل الكلام ده وكم مادة. هنعرف ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان صدر في صوره مبادئ عامه وليس في صوره اتفاقيه دوليه. الفرق بين اتفاقيه ومبادئ، اتفاقيه دوليه اي ان الدول ملزمه بتنفيذ ما جاء بهذه الاتفاقيه، وفي حاله عدم تنفيذ الدوله لهذه الاتفاقيه التي وقعت عليها وارتضت بها بصفتها عضو في منظمه الامم المتحده تخضع للجزاءات او المنصوص عليها في هذه الاتفاقيه وفقا المنشاه لمنظمه الامم المتحده. هنعرف ان 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 الاعلان العالمي صدر في صوره مبادئ عامه، يعني مبادئ عامه يعني مبادئ عامه للدول الحق ان تاخذ بها او ما تاخذش بها وليس لها صفه الالزام. ولكن نجد في الاخر واحنا بنشرح في الاعلان العالمي القيمه القانونيه او القوه الملزمه لفكره الاعلان العالمي لحقوق الانسان، نجد انه اكتسب القوه الالزاميه
من الواقع العملي، من التطبيق العملي لفكرة حقوق الإنسان أو لتطبيق العملي لحقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي. إزاي؟ لما نيجي نتكلم عن المصادر الإقليمية هنجد أن كافة المصادر الإقليمية أخذت أو استرشدت وهي بتنظم فكرة حقوق الإنسان لديها بما ورد أو بما جاء بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أيضا لما نيجي نتكلم عن المصادر الداخلية أو المصادر المحلية أو المصادر الوطنية داخل الدولة نجد أن أغلب الدساتير، معظم دساتير دول العالم نظمت فكرة حقوق الإنسان برضه وهي بتنظم فكرة حقوق الإنسان داخل هذه الدساتير استرشدت أو رجعت لما ورد بالإيه؟ بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ولذلك نجد بالواقع بالرجوع إلى هذه الدساتير والقوانين المنظمة واللوائح والاتفاقيات الثنائية أو الثلاثية أو الجماعية الإقليمية الخاصة بفكرة حقوق الإنسان نجد أنها أخذت بما ورد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ولذلك نقدر نقول أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الرغم من أنه صدر في صورة مبادئ عامة غير ملزمة من الجمعية العمومية للأمم المتحدة إلا أنه اكتسب القوة الإلزامية من واقع التطبيق العملي له. التطبيق العملي أي أن القوانين والدساتير واللوائح والاتفاقات الثنائية أو الاتفاقات الجماعية الإقليمية على مستوى اللي نظمت فكرة حقوق الإنسان أخذت بما ورد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. لذلك أنا من وجهة نظري إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو يعتبر البذرة أو النولة في العصر الحديث في التقنين بعد ألف في القرن العشرين، هو النواة لفكرة حقوق الإنسان. الاتفاقيتين او العهدين الدوليين لحقوق الانسان هنعرف بالتفصيل برضو مضمونها، وان احنا قلنا هنا اتفاقيه اي انها ملزمه للدول التي وقعت عليها، الدول الاعضاء في منظمه الامم المتحده. منظمه الامم المتحده بتضم اغلب دول العالم، كل دول العالم، كل دول الحديث ما يستحدث من دول، عندما السودان دوله السودان وجنوب السودان انضمت جنوب السودان لمنظمه الامم المتحده كدوله جديد. إذا دولة انتهت من الكون حصل في أي مكان بطبيعة الحال أصبح غير موجودة فين؟ في على الأرض، وبالتالي غير عضو في الأمم المتحدة. بعد كده هنتكلم عن اتفاقية مناهضة التعزيز. لاحظ في المصادر احنا خدنا الإعلان العالمي بصفة عامة الحقوق كلها، بعدين خصصنا عهدين دوليين، وبعدين خصصنا حق معين اتكلمنا فيه كمصدر عالمي لحقوق الانسان. بعد كده نتكلم في المصادر الاقليميه. لما اتكلم عن المصادر الاقليميه ايضا برضو مصادر اقليميه كتيره جدا ما اقدرش احصرها برضو، ولكن احنا خدنا اهم الثلاث مصادر بالنسبه لنا هندرسهم مع بعض في المصادر الاقليميه. فنجد الاتفاقيه الامريكيه، الاتفاقيه الاوروبيه، الاتفاقيه العربيه، الاتفاقيه الافريقيه، كتير جدا من الاتفاقيات الاقليميه سواء ثنائيه ثلاثيه جماعيه ذات مجتمع اقليم معين مجموعه من الدول، الا ان احنا نقتصر على ثلاث مصادر فقط. انا ناخد الاتفاقيه الاوروبيه، يعتبر دي من اهم مرجع لحقوق الانسان في الحقيقه، هي يعني يعتبر فصلت حقوق الانسان بتفصيل اكتر وتعديلات اللاحقه في الستينات والسبعينات، بحيث ان هي برضه نعرف مع بعض ان الاتفاقيه الاوروبيه لم تتناول كافه حقوق الانسان عند نشاتها في سنه 66 في 54 ولا 1954، ولكن حقوق الانسان تم بخاصه حق العمل في الدول الاوروبيه والتطور الصناعي ادى الى ايه؟ اضافه او ايضاح اكثر لفكره حقوق الانسان الخاصه بايه؟ بحق العمل وعلاقته بصاحب العمل. طيب يبقى ندرس مع بعض الاتفاقية الأوروبية باعتبارها مصدر إقليمي. أيضا مع بعض هنعرف بقى المصدر التالي الاتفاقية الإفريقية لحقوق الإنسان. هنعرف مع بعض أن المجتمع الإفريقي عمل أو أنشأ اتفاقية خاصة بتنظم حقوق الإنسان متعلقة بالمواطن الإفريقي، تعمل جيدا على الرفع من مستوى المواطن الإفريقي مضاعفة بالاتفاقية الأوروبية. تناولت كثير من حقوق الإنسان زيها زي طبعا هنعرف إن الاتفاقية الإفريقية سنة 1981 إنفاذ 86 هي اتفاقية حديثة إلى اتفاقية الاتفاقية الأوروبية، ولذلك تناولت كثير من حقوق الإنسان. طيب بعد ذلك هنعرف
في المصدر الثالث اللي هو الاتفاقية العربية لحقوق الإنسان تناولت، الصادرة من جامعة الدول العربية سنة 2004، تناولت هذه الاتفاقية أو الميثاق العربي لحقوق الإنسان، تناول فكرة حقوق الإنسان داخل المجتمع العربي متعلقة بالمواطن العربي. ولذلك لما نيجي نتكلم عن الثلاث مصادر دول، ها هنتكلم عن نشأته، نشأ إمتى، صدر إمتى. اتنين، جهة الإصدار صدر من مين، فعاليته صدر أصبح نافذ أو ساري المفعول، الدول ملتزمة به فور صدوره ولا بعد فترة معينة من الصدور. نجد أن الاتفاقيات الدولية عموما زي أي اتفاق على المستوى الشخصي أو المستوى الداخلي زي أي عقد، سريانه بنفرق بين سريان الاتفاقية والتوقيع على الاتفاقية. التوقيع على الاتفاقية أو نشر الاتفاقية شيء، وسريانه ونفذها شيء تاني. ليه؟ لأن قد يكون سريان الاتفاقية أو المعاهدة الدولية يسري بمجرد التوقيع عليها، أو نأجلها فترة من الزمن، بعد فترة من الزمن 5 سنين 6 سنين، زي اتفاقية التجارة الدولية، منظمة التجارة العالمية نشأت وأجلوا الفعالية بتاعتها بعد إيه؟ 96 94 5 وإيه؟ أكتوبر 95. نجد أو تسري الاتفاقية الدولية بتوقيع عدد معين من الدول، ودي الغالب في الاتفاقيات السياسيه او المتعلقه بحقوق الانسان، ها التي تصدر في الغالب متعلقه بالاتفاقات العالميه، نجد ان سرنا يرتبط دائما بتوقيع عدد معين من الدول. فنجد مثلا في العاهدين الدوليين هناك 35 دوله، لازم عشان العاهدين دول يكونوا سرا المفعول ويدخل حيز التنفيذ، ها لازم توقيع عدد معين من الدول، نعرف ان هم 35 دوله، على الرغم انه صدر 66 الا انه ها ظل غير نافذ المفعول حتى سنه 76 بتوقيع الدوله رقم 35 على هذا الاتفاق. ايضا كذلك الاتفاقيه الافريقيه اصبحت نافذه برضه بعد توقيع 25 دوله، يبقى اذا لازم نفرق مع بعض. لما نجد واحنا بنشرح مع بعض الاتفاقيه صدرت سنه 66 واصبحت سرات المفعول سنه 76، ازاي؟ لان اشترى في مضمونه هم بيعملوا اتفاقيه وضعوا ماده ان هذه الاتفاقيه لا تسري الا بتوقيع عدد معين من الدول. طبعا كل ما تكون الاتفاقيه متعلقه بامور تخص دول، كل الدول، كل ما يشترط ان عدد ايه اكبر من الدول يوقع عليها حتى تكون سرات المفعول. هنعرف برضو ايضا ايه حقوق الانسان اللي تناولها هذه المصادر. فنجد في العهدين في الاتفاقيه الاوروبيه ايه بقى الحقوق التي تناولتها هذه الاتفاقيه الاوروبيه، ايضا الاتفاقيه الافريقيه، ايضا الميثاق العربي الخاص المتعلق بحقوق الانسان. نجد ان كل هذه المصادر وهي بتنظم فكره حقوق الانسان بترجع للاعلان العالمي لحقوق الانسان، بترجع للعهدين الدوليين لفكره حقوق الانسان، بترجع للاتفاقيه الافريقيه والميثاق العربي الى الاتفاقيه الاوروبيه والى الاتفاقيه الامريكيه الخاصه المتعلقه بحقوق الانسان. يبقى ده المصدر الثالث او الجزء الثاني من المنهج بتاعنا اللي هو متعلق بمصادر حقوق الانسان. يبقى مصادر حقوق الانسان مصادر عالميه، مصادر اقليميه. الجزء الثالث من المصادر اللي هي المصادر الوطنيه او المصادر الداخليه او المصادر المحليه. يعني ايه؟ يعني المصادر داخل كل دوله بقى. احنا على مستوى العالم يبقى عالمي، على مستوى مجموعه من الدول اقليمي، على مستوى داخل الدوله يبقى مستوى المصادر ايه؟ الوطنيه. اللي هي المصادر الوطنيه يعني داخل الدوله المصريه، لما اقول حق في الحياه وحق في الترشح وحق في الانتخاب وحق في التجاره ها وحق في المحاكمه عادله، الاقيها فين الكلام ده؟ الاقيه في الدساتير والقوانين واللوائح. يبقى اذا يبقى في مصادر وطنيه اللي هي داخل كل دوله، كل دوله بتنظم فكره حقوق الانسان ازاي؟ ها بتنظمها من خلال الانظمه القانونيه داخل هذه الدوله. احنا عندنا طبيعي في المصادر الخاصه بالقاعده القانونيه عندي مصادر اساسيه او مصادر رئاسيه ومصادر تفسيريه. عندي التشريع وعندي المصدر العرف وعندي ايه المبادئ الدينيه، لان نجد ان المبادئ حقوق الانسان نص على كافه الديانة اليهوديه والمسيحيه والاسلاميه نصوا على فكره حقوق الانسان. ها يبقى اذا المصادر الرئيسيه هنعرف يعني التشريع ونعرف العرف ونعرف
المبادئ الدينيه ان هذه المصادر مصادر رئيسيه لفكره حقوق الانسان. فالتشريع عندي التشريع في التشريع الاساسي الرئيسي اللي هو الدستور، التشريع العادي اللي هو القوانين، التشريع التفسيري اللي هو المكمل اللي هو اللائحه. يبقى انا عندي كده الهرم القانون داخل اي دوله، ها؟ الدستور يليه القوانين يليه اللوائح. يلزم الدستور اللي هو عباره عن المبادئ العامه اللي بتنظم الكيان الرئيسي للدوله. نجد لو رجعنا لاي دستور في اي دوله في العالم نجد انه بينص داخل هذا الدستور على بعض الحقوق للانسان المتعلقه بحقوق الانسان. حريه الراي، حريه التعبير، حق في الصحافه، حق في التعليم، الحق في محاكمه عادله، المساواه بين الرجل والمراه، كل هذه الامور ها نجدها في ينص عليها ايه؟ في الدستور، ليس بالتفصيل، انما التفصيل بيترك لمين؟ للقوانين بقى. القوانين بتاعتي بتفسر القواعد او القوانين القاعده الدستوريه. يبقى وبالتالي نيجي ناخد قانون يفسر حق قانون حق الطفوله مثلا، بيحدد ايه يعني ايه الطفل. هنعرف مجلس الامم الطفوله، احنا في بنعرف في المصادر الوطنيه المراكز المتخصصه واللجان اللي هي الخاصه بحقوق الانسان. هنعرف ايضا ان حق الانسان داخل الدوله من خلال القوانين، هنا قانون حقوق حق مباشر الحقوق السياسيه اللي هو بقى دلوقتي على بقى الانتخابات بقى مجلس الشعب مجلس او مجلس النواب الاسم بتاعه وفقا للدستور. هنعرف بحق الترشح حق الانتخاب، في قانون بينظم ها هذا الحق، حق مباشر الحقوق الايه؟ السياسيه داخل مصر، اللي هو بينظم بقى مين له حق الترشيح والسن وتقسيم اللجان كل من خلال الجهه اللجنه الوطنيه الايه؟ للانتخابات. طيب يبقى اذا يبقى المصدر الثاني القوانين اللائحه بتفسر بين الكون، لازم اللائحه وهي بتفسر القانون لازم أن تتفق مع القانون، والقانون بينظم حق حقوق الانسان لازم أن يتفق مع الدستور، ما ينفعش قاعده قانونيه تخالف قاعده ايه؟ دستوريه. ده كله هنعرف بالتفصيل فكره والمصادر الوطنيه للتشريع وبعد كده ها الايه؟ القانون واللوائح. العرف، العرف والعرف السائد داخل العرف يختلف عن التشريع، لان التشريع شيء مكتوب ملموس، ماده مكتوبه اقدر ارجع عليها في اي وقت، مواد مكتوبه. العرف ما تعرف عليه الناس لدى الناس داخل وعي داخلي ان خلاص اصبح ده شيء ملزم. الاعراف لازم نفرق بين العرف والعاده، العاده مش ملزمه ومش موجود داخل اقليم الدوله، بعكس العرف ده موجود على نطاق اقليم الدوله. فلما العرف معين سائد في التجاره مثلا، عرف تجاري سائد معين ها، انا اجد انه مثلا موجود في مصر، شمال مصر هو نفسه الموجود في جنوب مصر، كل انحاء مصر هذا العرف موجود ما بيتغيرش. انما العاده مش موجوده في نطاق في داخل اقليم الدوله في كافه انحاء الدوله. اجد ان مثلا منطقه الصعيد لها عادات خاصه بيها، المنطقه الشماليه خاصه بيها، وهكذا وسط القاهره وسط الدلتا لهم عادات خاصه بيهم، برضه المنطقه الغربيه كل المنطقه لها عاداتها خاصه بيها، قد تختلف من منطقه لمنطقه داخل الدوله، ولكن العرف لا ثابت ما بيختلفش، لان هذا عرف يعتبر يكاد يكون يصل لمرتبه الايه؟ القانون ملزم. طيب يبقى احنا كده عرفنا التشريع وبعدين العرف وبعدين اللوائح، دي كمصادر رئيسيه، وبعدين العرف مبادئ الدين. هنعرف برضه من الاديان السماويه يهوديه مسيحيه اسلاميه نص تضمنت ها ايه حقوق الايه؟ الانسان. طيب. بعد كده المصادر التفسيريه احكام القضاء وكتب الفقه. احكام القضاء، القضاء ما في احكام لما يحصل تعدي ويحصل منع من حق معين من حقوق الانسان، التجاره، عملت شركه في منافسه مشروعه، المنافسه ديت او اذا كانت منافسه غير مشروعه فمن حقك ترتب على ذلك في ضرر ليك، فمن حقك تحمي هذا الحق، تلجا للقضاء. يبقى ايه؟ تلجا للمحكمه. عندما تصدر حكم معين المنازع تقعد قدام القاضي يصدر فيها حكم، فيعتبر هذا يعتبر مصدر ها تفسيري، مصدر تكميلي لفكره حقوق الانسان. ايضا كتب الفقه، كتب الفقه المقصود بها كتب المتعلقه اللي بتتناول فكره بتشرح بقى حقوق الانسان، بتتكلم بقى حقوق الانسان تاصيله نشاته ايه هي انواعها في كافه اللي احنا الكلام المنهج اللي احنا بنتكلم فيه ده كتب فقه. يبقى دي المصادر الايه؟ الوطنيه. يبقى انا كده في الجزء الخاص الفصل الثاني، الفصل الثاني اللي هو مصادر حقوق الانسان. الفصل الثالث هنتكلم فيه عن
اللي هي حماية حقوق الإنسان. يعني حماية حقوق الإنسان برضو احنا قسمناها عشان تسينا عليكم ونعرف في الشرح، برضو قسمتها ثلاث أنواع: حماية على مستوى العالم، الحماية العالمية، المستوى الحماية الإقليمية على مستوى مجموعة من الدول الإقليمية، الحماية داخل الدولة أو الحماية الوطنية. فنجد الحماية على مستوى العالم، نجد برضو أيضا منبعها أو أساسها فكرة منظمة واحدة، منظمة الصحة منظمة الأمم المتحدة، في المتمثلة في منظمة الصحة العالمية، في الجمعية العمومية الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة، في لجنة حقوق الإنسان أنشئت داخل هذه المنظمة. يبقى أنا عندي ثلاث أنواع من الحماية في الحماية العامة. الحماية الإقليمية عند المحكمة برضو أيضا، نجد في الاتفاقية الأوروبية وإحنا بنتكلم فيها بنشرحها، نجد في وضع أنشأت محكمة أوروبية لحماية حقوق الإنسان، برضو الاتفاقية الإفريقية ايضا ناشئت المحكمه الافريقيه، اللجنه العربيه لحقوق الانسان. الكلام عن ده كله بايه؟ بشيء من التفصيل فين؟ في الشرح. نجي في الفصل الاخير اللي هو الحقوق السياسيه. يعتبر هذا الفصل من اهم فصول الدراسه عندنا، لان بنتكلم فيه عن ايه حقوق السياسيه؟ ايه الهدف منها؟ ايه انواعها؟ حقوق المراه السياسيه؟ كل هذا بالتفصيل ان شاء الله بعون الله تعالى سوف نتناوله بالشرح في المحاضرات الجايه بعون الله تعالى. يبقى كده المنهج بتاعنا اربع محاور: المحور الاول تعريف المفهوم والانواع حقوق الانسان ونشاتها، المحور الثاني او الفصل الثاني اللي هو مصادر حقوق الانسان عالميه اقليميه وطنيه، ايه الحمايه، الفصل الثالث المحور الثالث حمايه حقوق الانسان، حمايه اقليميه عالميه، حمايه اقليميه، حمايه ايه داخل الدوله. الفصل الرابع والمحور الرابع الاخير اللي هو حقوق الانسان السياسي. وفي النهايه اتمنى لكم يعني سنه سعيده ان شاء الله، ونامل نكون عند حسن ظنكم وموفقين، ولكم منا حسن التقدير، واعانكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.